احنا اليوم في هذا نظم المعرض جهوي للصناعه التقليديه كيضم اكثر من 50 عارض وعارض صناعي تقليدي. على هامش المعرض كان فيه معرض موضوعاتي، معرض كان من انجاز مستقبل في اوراش لبرنامج اللي دارت الحكومه ديال الاوراش. كتشوفوا امامكم دابا فيه الخيام، فيه صناعه المجالات منتجات مجاليه. معرض كيضم جميع المنتوجات اللي صار اللي ينظم لهم على ظلال مهرجان ظلال اركان. كان معرض فيه جميع الصناع التقليديين والصانعات، فيه الصياغه، فيه زي الصحراوي، فيه مجموع من العارضين على داخل الجهه وخارج الجهه. اليوم معرض الحمد لله كتب عن الناجح، وكان على هامش هذا المعرض اليوم دراسي للصناعه التقليديه لتحسين ظروف العيش الحرفيين والحرفيات. هذا اللي بالنسبه لي الورش ملكي اللي جا، هذا الورش في الوقت الراهن اللي محتاج له الصانع والصناع، باش الصانع عنده واحد العيش تسهيل العيش من بعد جائحة الكورونا. هو ورش مهم في التعويض على المرض، عن الصانع بيكون الصانع يكون عنده حتى هو واحد التغطية الصحية فيها التعويض على المرض، فيها التعويض على الابناء السنه المقبله ان شاء الله، فيها على فقدان الشغل، فيها ان شاء الله عن التقاعد. هذا الورش مهم. انا كان من هذا المنبر كان حجم على جميع الصناع والصانعات ماشي في جهتنا وخارج الجهه بان هذا الورش مهم. ملكنا جاب هذا الورش من بعد جائحه الكورونا، شفتوا في الصحه، شفتوا بعض الناس اللي شفتوا في الجائحه. واليوم احنا هذا هو المعرض تقريبا كان نظمنا معرض الاول بجماعه القصابي، كان اتفاقيه من جماعه القصابي، كان اتفاقيه السبل فيها مجموعه اتفاقيات، كان جماعه ميرلفت، كان جماعه تيغرت، كنا التجينا للعالم القروي، اول مره كتعرف غرفه التنظيمات على في العالم القروي. احنا اليوم هذا المعرض تقريبا الخامس، وعندنا تقريبا معارض اخرى ان شاء الله. كان ان شاء الله عندنا معرض طنطان، عندنا معرض عند اليوم الصناعه التقليديه في قريميم، وكاين تقريبا يضم شي 80 عارض وعارضه ان شاء الله، بايكون الحجم كبير. وحنا اليوم ومتين على الغرفة عندها إن شاء الله برامج كثيرة، عندها في حتى احنا اليوم ما كانش في الغرفه فيها صنفين، فيها الصنف الخدماتيه والصنف الفنيه. ان شاء الله كنقول عندنا برنامج الخدماتيه ان شاء الله عن القريب، فيه تكوينات، فيه تحفيز الصناع التقليديين، فيه مواد اوليه الخدماتيه، وعندنا ان شاء الله تكوينات في اخر السنه ان شاء الله. وشكرا.